وصل صوتك. مزيكا فام بودكاست. سايس خو هلو أخي بلاقونا والسلام والرحمة. واش يحوالك أسي إبراهيم؟ لبسنا عليك. هلو، شكون أنت تطلب؟ أنت تفضل، شكون اللي طالبه؟ فما هسي إبراهيم المولد معاك. واش يحوالك؟ لبس عليك، مش إبراهيم قصاص معايا؟ هاي يا سيدي، أنا هو إبراهيم قصاص. تفضل أنت، اش تحب من عند إبراهيم قصاص؟ هاودي ما تعيطش أسي إبراهيم قصاص. هاودي ليه نين المولد البناي؟ هاودي حبيت نقول لك، سمعتك الولد ما قال واش عمل عليك البارح في الإذاعة. هاي يا سيدي، سمعت البارح تكلم في الإذاعة، كان هو ماشي في باله اللي هو هنت إبراهيم قصاص. أنا نقول له ورد بالك على نفسك، فما لأنه أنا إبراهيم قصاص، لو كان حط بشر في مخي تنجيبه. فما قل له سيدي، أنت سيبت خلق وأمة محمد، شديت إبراهيم قصاص، قل له تتربح منه الوز إبراهيم. قل له إبراهيم سيد الرجالة. فما هو بناتنا سي إبراهيم كثر له. هم بلي قول يا سي إبراهيم، أنت برسمي نبوة سنة أولى ابتدائي؟ شنو قلت يا مودي؟ أنا مستوى سنة أولى يا سيدي. وصلنا طفل مقالة ذايا، قل له إبراهيم قصاص يتكلم 7 لغات. فما قل له إبراهيم عند البكالوريا، قل له إبراهيم عند دبلوم، قل له إبراهيم عند الواج، قل له إبراهيم سيدي يعرفك. فما وكمل وصلنا زاد مولدي، قل له أنت تتكلم وتحامي على وزيرة، خير تاك وحشومتك على نفسك، كيف تتحامي على وزيرة؟ فمت وانا نايب شعب. لا واسمعني يا سي ابراهيم، هو بناتنا وخي انت كثرت لها زيد، وشي نهار كامل عاملين مسرحيه في المجلس. خوي بناتنا ياسر تمثيل ولا عندك؟ هاي يا سيدي، عندي برشا تمثيل وانا نعمل فيها ميكس بلاي. فمت لانه انا سيدي نحب المثل، ومستعد نمثل في مسلسل في رمضان غير اختوه ابراهيم القصاص. انت ومقالو من الشتو. هاود صلى على النبي يا سي ابراهيم. اسمعني توكي، باش تخرج من المجلس واش باش تعمل بالضبط؟ تحب نلوج لك خدمه؟ لا سيدي، خلي مزيتك عندك، لا تلوج لي لا نلوج لك. انا نخرج من المجلس تنرجع اللواج تنكتب فيها من تالي مصطفى، وفي اليسار تنكتب محرزية غير اختوني برك. لا اخوي، نعرف صلى عن بي عندك اللواج. لا اخوي، عجبتني في التمثيل، قلت خاي كان خرجت من المجلس نشوفوا لك دورة سنة في رمضان، مثل شوف مكتوب ولا فنجوم الليل، معناها حاجة كيف مكايا. فما يا ودي اعمل انت الدورة ذا، انا إبراهيم قصاص حلفت عليه، لعات لا تمثل الشعب لا تمثل في التلفزة. فما سيدي راكم عملتوا العار انتو. بالله بلس إبراهيم، نحكي معك هكا وانت دورت عليا؟ بلو خاي شد عندك، خاي اللي قالوا فيك الولد ما قالوا صحيح وتستاه، هو قال لك انت قريت ترميس يكذب. وخي انت قاري جمعه برك، ونزيد كزياده هاي فزوخر ما عرف حد. كيفاش اول ما دخلت المجلس التاسيسي قاعدوا يصوروا فيك بالفلاش لعباد بالمصوره؟ يا اخي من غدوه مشيت للقباضه، في بالك باش تخلص الرادار؟ قولي غلط هذي زاد. بالله يا سيدي تتهنتل فيا، ما لا مول زيد تنقولها لك ونعاودها لك. انت طلعت كيف ما قالوا، تبعوا سيدي ابراهيم قصاص، سيبوا أمة محمد وتبعوا ابراهيم، تتربحوا مني الوز. فما وانا الغالطه زلك التليفون تنعلقه. سايس خو مزيكا فام بودكاست.